الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامج الفقه حياة. هذا البرنامج الذي يأتيكم كل ثلاثاء من خلال شاشة الأيام برفقة سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف. سيدنا الكريم نرحب بك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وفقكم الله. شكرا جزيلا. التحية والترحاب أيضا لمشاهدين الكرام. إن شاء الله راح يكون معنا تواصل مباشر مع حضراتكم بعد قليل، بعد 12 دقيقة من الآن إن شاء الله، للطرح أسئلتكم واستفساراتكم على سماحة السيد الموجود هنا إن شاء الله تعالى للإجابة عليها. دائما سيدنا في البدايات نتحدث عن شيء تربوي أخلاقي نافع في البرنامج للمجتمع عموما. أسأل جنابكم اليوم عن مسؤولية الفرد في الحياة اليوم، مسؤوليته تجاه رب العالمين، تجاه دينه، تجاه توجه العقائدي. هل هناك مسؤولية معينة ملقاة على عاتقنا حتى نعرف أنه إحنا أديناها أو لا؟ أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، اللهم صل على محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. في واقع الحال جناب الأستاذ مرتضى، كثير منا نحن كمسلمين كعلي حال شيعة نتصور على أنه مسؤولية الدين، مسؤولية الإسلام، مسؤولية بث علوم آل محمد هي مسؤولية الحوزة والعلماء ورجال الدين. والحمد لله احنا حسب تعبير البعض يقول الحمد لله احنا من العوام. لا. ما دام من العوام فلسنا مسؤولين في هذا المجال، ويلقون دائما المسؤوليه على الحوزه ورجال الدين والعلماء والخطباء وما لا ذلك. لا. في حين تعاليم الاسلام بشكل عام تحمل الانسان كانسان المسؤوليه. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والسماوات فأبين أن يحملنا فحملها الإنسان. نعم. إحنا تحملنا المسؤولية، مسؤولية الدين. أنا منتمي إلى الإسلام، ما دام منتمي للإسلام فأنا في واقع الحال أتحمل مسؤولية هذا الدين. سيد يقول، واحد يقول سيدنا شنو مسؤولية الدين؟ مثل واحد يقول أنا أتحمل مسؤولية العراق وأنا مواطن. أنا لا، أنت مواطن ولكن في ذمتك مسؤولية الحفاظ على هذه البيئة، الحفاظ على المجتمع. نعم. أنت كعنصر في هذا المجتمع عليك شيء من علي حال من المسؤولية، ولو على مستوى بسيط، يعني أنه تحافظ على النظافة، تحافظ على القانون، لا تتجاوز القوانين، هذه مسؤولية ولا لا؟ نعم أكيد. أيضا في الإسلام أنا عندي هالشكل مسؤولية، أنا مسؤول على أنه المنكر لا يزداد. المنكر لا يزداد، مو بس منكر الشخصي. لا أنا أحافظ على نفسي الحمد لله، ولكن أن أدعو الناس أن يبتعدوا عن المنكر، المعروف أن يكون، وأدعو الناس إلى المعروف. هذه في واقع الحال كثير من الناس حسب تعبيرنا مصنفين نفسهم. نعم. مصنفين نفسهم أنه هذا مو يمي، الحمد لله المرجعية وين، الحوزة وين، يلا أنتوا. لا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كنا مسؤولين. بس أريد ألفت نظر إلى الأحبة الكرام، العوائل العزيزة، الأخوات، الشباب، أنه إذا التفتنا إلى نقطة مهمة في عملية ترويج الدين، عملية إشاعة المعروف والنهي عن المنكر وتحمل مسؤولية تجاه المجتمع، إذا فهمنا منزلة هؤلاء وثواب هؤلاء أعتقد راح يصير دافع. نعم. تدرون أنتوا الناس بعض الأحيان يركضون وراء المحفزات، امتيازات والمحفزات. أحسن. نعم. مثلا تقول الواحد يابا منو مثلا يجي هنا يسوي شغلة فلانية، ما يجي. يابا اللي يجي نطيه 10,000 يجوا. نعم. هاي المحفزات رب العالمين يعرف هالشغلة، ويعني هو طريقته في القرآن هم نفس الشيء، تحفيز وتخويف. نعم. أنه أطيعوا الله لكم جنة وحور العين وشراب وكذا، تعصون جهنم
نار وعلى حال وجحيم. هذه قضية عادية يعني ليست عيبا، الإنسان يتحرك بالمحفزات، هذه ليس عيبا يعني أمر طيب. نعم. احنا الآن نزور الحسين صلى الله عليه وسلم حبا له وتقديرا وإيمانا، ومع ذلك ننظر إلى الثواب الذي ادخره الله لزائر الحسين، واضح هذا؟ نعم. وهذا البرنامج برنامجنا في واقع الحال، يعني نعم الترويج الدين ومسائل الإسلام، أعرف كم لي إن شاء الله وكم لك إن شاء الله من الأجر والثواب في هذا البرنامج أو في غيره من البرامج. فاسمحوا لي أن أذكر رواية. تفضل. رواية جميلة على حال تذكر في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، وتذكر أيضا في بحار الأنوار. الإمام العسكري صلوات الله عليه يقول: جاءت امرأة إلى سيدتنا فاطمة سلام الله عليها. صافا رواية عجيبة، وتعطينا حسب تعبيرنا فت شحنة قوية جدا للعمل الديني والعمل الإسلامي. جاءت امرأة إلى سيدتنا فاطمة فقالت لي، قالت: إن لي والدة ضعيفة، أمي عجوزة قاعدة في البيت، وقد لبس عليها في أمر صلاتها شيء، عندها مشكلة بصلاتها، عندها سؤال بصلاتها، وقد بعثتني إليك أسألك. امرأة جاي داق الباب على السيدة فاطمة تقول أمي عندها مشكلة في صلاتها، تريد شنو؟ تريد تسأل هذا. فأجابتها فاطمة صلوات الله عليها عن ذلك جواب حاضر، وأجابتها السيدة فثنت. ثنت يعني سؤال ثاني. نعم. فأجابت السيدة ثم ثلثت سؤال ثالث. فأجابت السيدة إلى أن عشرت. نعم. عشر مسائل سألت هاي هذه الفتاة أو المرأة ماذا؟ فاطمة الزهراء. ثم خجلت. من خجلت؟ هاي المرأة. قالت: نعم. يا سيدتي أنا ثقلت عليك وأنا زاحمتك، والله أنا آسفة، بس على حال شو حبيت أسأل وحبيت أن كذا. ثم خجلت من الكثرة فقالت: لا أشق عليك يا ابنة رسول الله، هواي تعبتك أنا، لا أشق عليك. شوفوا جواب السيدة فاطمة. فقالت لها فاطمة: هاتي وسلي. أديك أسئلة بعد سئلي. هاتي وسلي ما بدا لك. أسئلة تفضلي. أرأيتي، شوف المثال، شوف المثال. أرأيتي من اكتري يوما يصعد إلى سطح بحمل ثقيل وكراه 100,000 دينار أيثقل عليه؟ تقول لها سيدة فاطمة: سأليني. فضربت لها مثال: أكو واحد عامل إذا قالوا له يا بتعال شيل هذا مثلا طابوق للسطح، طابوق للسطح مرة واحدة صعدة واحدة، مو أنه من الصبح للظهر، لا لا لا، صعد الطابوق للسطح، كل صعدة تصعد للسطح 100,000 دينار نطيك، 100,000 دينار، هذا العامل يصعب عليه؟ بالعكس راح يحسها غنيمة أصلا جدا. يقول له: مولاي شنو هذا، أنا 5 دروب 10 دروب أصعده ما أحس بتعب، 100,000 شنو 100,000 هذا؟ قال: أي يشق عليه يتعب؟ فش قالت لها السيدة فاطمة؟ قالت المرأة: لا يا بنت رسول الله. فقالت سيدتنا: اكتريت أنا، كأنما أنت أجرتيني، أنت أجرتيني، اكتريت أنا لكل مسألة، يعني حصلت أجر من كل مسألة اللي سألتيها يا فتاة، لكل مسألة بأكثر، اسمعوا جيدا، من ملء ما بين الثرى والعرش، من القاع، الثرى يعني القاع الأرض، ما بين الثرى والعرش لؤلؤا. يعني الله ادخر لي بكل سؤال اللي تسألتيه
هذا المقدار من اللؤلؤ، فأحرى أن لا يثقل علي، ما أحس بالتعب أصلا. شنو قيمة؟ سمعت أبي، الآن السيدة الزهراء جت تقول لها ترى والدي قال لي حكاية، سمعت أبي صلى الله عليه وآله يقول إن علماء شيعتنا يحشرون فيخلع عليهم من خلع الكرامات على كثرة علومهم وجدهم. هم هذا العالم إيش قد علمه وإيش قد جديته وإيش قد شغله، وجدهم في إرشاد عباد الله حتى يخلع على الواحد منهم، الله يلبسه من الخلع هذه على حال الجوائز إن صح التعبير، ألف 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 حل. ثم ينادي مناد ربنا، مناد ربنا عز وجل هكذا: أيها الكافلون لأيتام آل محمد. إخواني ترى الناس كلهم أيتام آل محمد. واحد يقول ليش أيتام سيدنا؟ إحنا أخو علي حال أبونا ما موجود، أبونا وهو منو أبونا؟ منو أبونا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. يا علي أنا وأنت أبا وأهلي. رسول الله ما موجود، علي بن أبي طالب موجود، الأئمة ما موجودين، الإمام صاحب الزمان ما موجود، فنحن أيتام، أيتام آل محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أيها الكافلون لأيتام آل محمد الناعشون لهم عند انقطاعهم، الناعشون عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم أئمتهم، هؤلاء تلامذتكم والأيتام الذين كفلتموهم ونعشتموهم، فاخلعوا عليهم خلع العلوم في الدنيا، فيخلعون على كل واحد من أولئك الأيتام على قدر ما أخذوا عنهم من العلوم. فشوفوا يا شباب، شوفوا يا أصدقاء، نعم. أنت حديث واحد تنشره بشو سمو بالجروب مالتك، فد رواية معينة تنشرها بصفحتك، فد نصيحة ومقطع جميل لواحد من المتكلمين كذا تنشره في على حال وسائلك التواصل، كم لك من الأجر وأنت قاعد ببيتك واقع أنه هذا المنشور إيش قد راح ناس يسمعونه، إيش قد راح ناس يتأثرون فيه. والعكس بالعكس، اللي ينشر القضايا التافهة، القضايا التعبانة، القضايا الضالة، كم عليه من الوزر يوم القيامة. فتعالوا أيها الأحبة، أولا نلتفت إلى الجانب الغيبي من الأجر والثواب، ثانيا أن يكون دافع ووازع لنا أن نتحرك كمؤسسات إعلامية، نحن كأشخاص يعني، نعم. كل واحد كمؤسسة إعلامية تبث وتنشر علوم آل محمد، مسألة شرعية، مسألة شرعية تتبينها لشاب من الشباب ويلتزم بها، أو قضية اجتماعية وقضايا معينة تجره وتمسكه على أن لا يقع وينزلق، هذا على حال سيدخر لك وتكون ممن يكون عليه أو تتم عليه هذه القضايا كمصداق من مصادق من ينشرون علوم آل محمد، نعم. صلى الله عليه وآله. أحسنتم سيدنا. إذن مسؤولية كل إنسان بينا ما تنتهي عند نفسه ولا عند نفسه، عند حدود عائلته حتى. أحسنت. بل المجتمع، كل مسؤولية المجتمع كله. أحسنت. بارك نعم. الله بكم. أحسنتم سيدنا الكريم على هذه الإضاءات المهمة. الأخوة الكرام مشاهدينا الأفاضل، من الآن على بركة الله نبدأ باستقبال مشاركاتكم وطرح أسئلتكم من خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، أو اللي راح تظهر ظاهرة أسفل الشاشة، بإمكانكم أن تتصلون وتطرحون أسئلتكم وإن شاء الله تسمعون الإجابات من سماحة السيد رشيد الحسيني، وأيضا بإمكانكم إرسال الرسائل الصوتية، وأيضا هناك يعني رمز الكود الموجود أسفل الشاشة لتطبيق المجيب، بإمكانكم أيضا أن تفتحون كاميرات جوالاتكم على هذا الرمز وتدخلون إلى هذا التطبيق وتحملوا تطبيق نافع جدا. على بركة الله نبدأ باستقبال المشاركات. المشاركة الأولى نسمعها. السلام عليكم ورحمة الله. سيدنا، سيدنا والدي انصاب شلل نصفي لفترة 5 سنوات، فإحنا من يجي يصلي يتيمم، عنده تربة ويتيمم، سألنا بالموضوع فقالوا لازم يتوضى وأنتوا قدون تساعدونا بالموضوع. والدي تأخذه توضي ما يقبل، يقول له أنا أتيمم ويصير، ما يقبل فترة 5 سنوات. هسه توفى الله يرحمه، احنا اولاده دا نقضي عنه،
السؤال يعني هو هسه هذه الخمس سنوات بذمته يعني لو مو بذمته يعني عادي مقبول يعني هذه الصلاة صحيحة، فإحنا ارتئينا إنه نقضي عن هذه الصلاة لأن قلنا جزية ما مقبولة، هو مو موصي لكن إحنا برا بوالدي قلنا نصليها، ولده وبناته قالوا نصلي. وشكرا جزيلا سيدنا. شكرا للأخت الكريمة على هذا السؤال وهذه الرسالة الصوتية. نأخذ اتصال من الأخ علي، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك مولانا؟ حياك الله عزيزي، أهلا وسهلا. أقدر أحكي ويا تفضل السيد يسمعكم؟ نعم تفضلوا. بلى، احنا قاعدين بمنطقة يعني أحياء سكنية، وعندنا تكرم كلاب سائب موجودة بالمنطقة يعني وماديات المنطقة، فهل يجوز قتلها حلال لو حرام؟ نعم. إي زين واضح. ان شاء الله تسمع الجواب. نعم. اخي علي عندك سؤال اخر؟ لا ممنون منك، شكرا لحضرتك وتحياتنا لك وشكرا جزيلا مره اخرى على الاتصال. هذا سؤال سيدنا يعني الكثير من الناس مبتلين بهذا الموضوع بصراحه يعني عموما يعني للاسف الشديد يعني ماكو هناك رعايه لعموم البيئه، وهذه من شؤون الدوله والبلديه والصحه. نعم. أن يقوموا بعملية مكافحة بطريقة أو بأخرى. أحسنتم سيدنا، وإن شاء الله الأخ علي بعد قليل راح يسمع تكليف الشرعي تجاه هذا الأمر بالنسبة لمنطقته ولأسرته وإلى أيضا. شكرا جزيلا. بعدنا نستقبل مشاركات، عندنا اتصال من الأخت الكريمة أم علي، تفضلي. علي السلام عليكم. عليكم السلام. شلونكم؟ شلون سيد؟ شلون صوتك؟ حياكم الله يا أهلا وسهلا. أنا ذاك الأسبوع ما سلمت، اعذروني ترى. نتشرف. قصر عني. السلام. عليكم السلام حجية، تفضلوا سؤالكم حجية. أنا شو اسمه على مود رجعنا قلت لكم على مود هاي مال اللي نسيت الحج. الحج يقول قل لي للسيد، هو ما يسمع، قل لي للسيد انت ثلاث سؤالات عن الحج. تفضل الأول أم علي. راح الاتصال بعد المقدمة، لو من البداية سامعين أسئلة الحاجة أم علي كان يعني إن شاء الله تعود الاتصال مرة ثانية وتطرح أسئلتها، وإحنا بانتظار سماع هذه الأسئلة والمشاركة. تحياتنا الأخت الكريمة، وأنا تركت الحق الفارغ لاتصال الأخت أم علي. عدة طبعا الكثير من الأسئلة هذه الأيام تردنا عن الحج وتفاصيله، وإن شاء الله تسمعون إجابات كاملة عنها. الآن عندنا رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم. السلام. أنا المواطنة أم محمد من النجف. هل أكو إشكال بالنذور والثوابات والهدايا اللي ننذرها لأهل البيت لقضاء الحاجة، مثل نذور لأم البنين أو حلال مشاكل الإمام علي أو فلوس بأي مرقد، أم أكو إشكال؟ إن شاء الله تسمع الأخت الكريمة الإجابة على هذا السؤال. شكرا جزيلا. تتسأل عن النذور والهدايا سيدنا المقدمة إلى أضحى. نعم، هذه نتيجة بعض التشكيكات تطرح على أنه هذه فيها نوع من على حال الشرك والغلو وكذا. إن شاء الله أنا أوضح المسألة إن شاء الله تعالى. تحياتنا الأخت الكريمة أم محمد، وشكرا لطرح هذا. بعدنا نستقبل المشاركات، عندنا مشاركة أخرى نسمعها. السلام عليكم. يجي أحد يعطيني حاجة بيقول لي هاي إلك وأخذها، يجي مرة ثانية ورا شهر شهرين سنة سنتين يجي يأخذها يقول لي هاي الحاجة اللي من فلوسي، إلى حق هيك يقول؟ إلى حق يرجع يأخذها إذا هو أعطاني هاي الحاجة وصارت مالتي شلون يأخذها؟ تحياتنا الأخت الكريمة. ما نريد نتكهن ونخمن، بس كأنه الزوج يعطي شيء لزوجته وبعد يعني من فلوسي يبطل. نعم إن شاء الله تسمعين الجواب أختي الكريمة، سواء كان زوج أو غير زوج إن شاء الله التفاصيل كلها تسمعيها بعد قليل. شكرا للأخت الكريمة صاحبة الرسالة الصوتية، وبعدنا متواصلين وياكم مشاهدين الكرام نستقبل الرسائل والاتصالات. عندنا اتصال من من؟ رسالة صوتية نسمعها. السلام عليكم سيدنا ورحمة الله وبركاته. سيد أنا طالب جامعة ومتزوج،
زوجتي كظت موبايل ولقيت مراسلات بنات، وانا حلفت بالقرآن انه ما ارسل بنات، يعني حلفت بالمصحف انه ما ارسل بنات، فالبنات يضطر ان يراسلني، صير يراسلني وانا اضطر اجاوبهم، يعني في الحالة شو اسوي انا وانا يعني قاسم بالقرآن انه ما ارسل البنات، ففي الحالة شو اسوي انا وانه يراسلني مثلا حال ما حال، يعني مو سوالف يعني خارج الخط، لا يعني بمجرد دراسة لا أكثر. تحياتي لك أخي الكريم وشكرا جزيلا. تسمع الإجابة إن شاء الله بعد قليل مفصلة عن هذا الموضوع. اتصال من الأخ جعفر، تفضل. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله أخي الكريم. أستاذ العزيز بس ممكن السؤال؟ تفضل يا عيوني أنت. بس التلفزيون أخويا او كتمه او طرفيه او ابتعد الغرفه ثانيه حتى ما ياثر على اتصالك، تفضل. صار من اصلي اشك بصلاتي واعيد صلاتي منه. نعم دائما هالشكل دائما 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 يقول نعم خير ان شاء الله. تمام سؤال اخر اخي جعفر. لا لا تسلم. تحياتنا لك وشكرا جزيلا وأنا أسألك الدعاء. الأخ جعفر أيضا سؤال مرتبط بالصلاة. عندنا اتصال من الأخت زينب، تفضلي زينب أختي الكريمة، تفضلي تفضلي أختي زينب. ما أدري إذا كانت تسمعنا أو لا الأختي الكريمة المتصلة زينب، تسمعينا؟ تحياتنا لها إن شاء الله بالمرة الثانية تكون أكثر جهوزية واستعداد لطرح سؤالها. عندنا مشاركة أخرى نسمعها. علي هيثم اتصال، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا طالب سادس. طالب سادس نعم. والصلاة شوي متأخرة. نعم. يعني ما لحق يعني شلون؟ يعني شنو صلاتك متأخرة؟ يعني أنا صلاتي متأخر، يعني أتأخر من الصلاة، يعني مو أكمل، يعني أكمل دراستي وأرجع أصلي. يعني الساعة بيش تصلي بابا؟ الظهر ساعة بيش تصلي؟ الظهر أصلي مثلا الظهر أصليه بسنتين بثلاثة. أي جيد. زين، أنت ما عندك شيء سوى إنه قاعد تقرأ، فما تريد تترك الدراسة للصلاة، تكمل دراستك على تروح صلي صح؟ يعني أترك الصلاة، أترك الدراسة للصلاة؟ نعم، أسألك أنا قاعد أسألك، ما تترك الدراسة للصلاة؟ لا ما تكت دراسة يعني مو عندي شوية يعني أنا يعني مو بالمحاضرة يعني مو بالبيت. بالمحاضرة. واضح. إيه واضح. إن شاء الله تسمع لي. الله يوفقك حبيبي، الله يوفقك. تحياتنا وشكرا جزيلا للأخ علي هيثم. اتصال من الأخت الكريمة جنات، تفضلوا. تفضلي أختي. الأخت جنات تفضلي. شنو أكو مشكلة اليوم بالاتصالات؟ تحياتنا للأخت الكريمة وترجع تعاود. تفضلي الآن أسمعك بوضوح، تفضلي. نعم احنا طالبات شنو؟ الصوت مو كلش واضح. طالبات شنو؟ احنا طالبات اعدادية بالمدرسة. اي فشنو صوت مو واضح أختي جنات؟ الصوت نسمع كلمة وكلمة ما نسمعها، فمثل ما طلب السيد انه تغيرين مكانك بس حتى يمكن تكون الشبكة افضل. غير مكانك وسولف ويانا خلينا نسمع. الاخت جنات ويانا على الخط؟ ها؟ ام جنات بعدي على الخط ويانا لو لا؟ راحت. راحت الاخت جنات. الان ناخذ اتصال ام جنات متصلة اخرى، تفضلوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال استاذ. مرات زوجي يعني سهل امر اصدقائه يعطيهم مبلغ نعم ويرجعوا له هديه فوق المبلغ نعم، هو شو يسوي يعني؟ ما ياخذها بس بالقوه يخلوها له، شيء ما يدخلها البيت يعطيها الناس فقره نعم. فاني اقترحت عليه قلت له انت ليش الناس الفقره؟ يعني اهلي هم حالتهم مساعد نعطيهم الماما يعني الاهلي، يقول حرام. انا اريد يعني سماحة السيد مثلا واضح. ام جنات ام جنات بعد شو انا على الخط لو رحتي؟ لا سؤالها واضح ما نحتاج. فقدنا اتصالها، السيد يقول السؤال واضح. مشكورة يا ام جنات، تحياتنا لها وشكرا جزيلا.
حسب الظاهر يعني طوعا ينطوا هذا المبلغ بدون شرط يعني. هدية نعم. شكرا للأخت أم جنات. نأخذ مشاركة أخرى، رسالة صوتية تفضلوا. السلام عليكم شيخ. شيخ عندي بنت سنية تشيعت صلاتها صيامها، لأن شنو حكم بحكم يعني مقولات أو لا، بحكم أن الوضوء تغسل ولا تمسح الرجل، ومواعيد الصلاة كذلك تختلف، وصلاة التكتف إحنا ما عندنا صلاة التكتف، وصيامها كذلك موعد الإفطار والإمساك هم يختلفون، فشنو حكم صيامها؟ تقضيهم لو تظل هيك عليهم؟ تحياتنا للأخت الكريمة، إن شاء الله تسمعين الجواب كاملاً. بس هيك سيدنا بشكل عرضي يعني نرجع للجواب بشكل تفصيلي، أصلاً الصلاة بتكتف هل بها إشكال؟ نعم، إذا كانت تكفير هذا النوع يسمى تكفير، إذا كان التكفير في واقع الحال يعمله بعنوان أنه شيء ضمن الصلاة فصلاة باطلة، لأنه إضافة شيء وزيادة شيء، وكل إضافة وزيادة في الصلاة مبطلة. أما إذا أنا أحك إيدي هالشكل وطول قراءتي أنا أحك إيدي أو مشغول يعني ما قاصد أنه هذا جزء من الصلاة، أحسنتم، هذا لا إشكال فيه. أما بعنوان جزء، بعنوان أنه شيء من الصلاة، هذه بدعة فيه إشكال، ما كان موجود في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لم يكن هذا. تمام، تحياتنا للأخت الكريمة، إن شاء الله تسمع الإجابة بالتفصيل على سؤالها فيما يرتبط بالصلاة والصيام وكل التفاصيل اللي ذكرتيها أختي. نأخذ مشاركة أخرى، رسالة صوتية لو اتصال لو شنو؟ رسالة صوتية نسمع الرسالة. السلام عليكم. عليكم السلام. أنا أريد من السيد إنه يسلم لي، أنا عمري 20 سنة ومريضة من علة لعلة، من عمر 16 سنة لحد الآن أنا كل يوم بعلة، وأتمنى من السيد يدعي لي بالشفاء. يعني أحس بيأس زوجتي، حتى كآبة صارت عندي ويأس إنه الله رب العالمين يستجيب لدعائي ويشافيني، حالتي جدا أحسها صعبة، بالأخص حالتي النفسية، حتى يعني كرهت حياتي، كرهت حياتي كلش. الله يعين إن شاء الله. الله يعافيه بحق الحسين الشهيد. وتسمعين الجواب إن شاء الله. سيدنا مو بس ندعو لها. تفضل سيدنا. ندعو لها. تفضل. الأخت الكريمة وكل جميع الأخوة والأخوات اللي في واقع الحال عندهم هالشكل حالة من الابتلاء و كثرة الابتلاء واستمرار الابتلاء، وهذا دينا على حال الدنيا هالشكل. عندنا أنبياء سنين طويلة ابتلوا، عندنا أولياء كالإمام الكاظم سنين طويلة في السجون من طامورة إلى طامورة. هذه قضايا على حال الإنسان لابد أن على حال يتوكل على الله ويستخلف أمره إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن نرفع أيدينا بالدعاء لهذه الأخت الكريمة. إلهي بمحمد وعلي وفاطم والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين، اللهم شافي أختنا هذه وادفع عنها كل سوء وبلاء، وأرح بالها، اللهم أرح بالها. إراحة البال من الأمور المهمة جدا، لذلك القرآن يقول وأراح بالهم، هكذا أنه يريح بال الإنسان في الجنة. الله سبحانه وتعالى اللهم أرح بالها وادفع عنها كل سوء وفرج عنها يا رب العالمين وجميع من سألنا الدعاء. قولوا آمين. نسألكم الدعاء. أحسنتم سيدنا. بعض الناس سيدنا بشكل عرضي أطرح هذا السؤال، يعني لما يسأل هو في ابتلاء معين أنه أنا ليش كل ما أدعو رب العالمين ما يستجيبني؟ البعض ممكن يصير في قلبه شيء، يقع الشك في قلبه. صحيح. بل يعني تحدث عن هذا الأمر بشكل كبير وكثير، على أنه نحن لا نعرف ما هي المصلحة إلنا. يعني في كثير من الأحيان قد تكون من مصلحتي أن أبتلى بهذا لدفع أمر آخر. بعض الأحيان صار عندي قضية وأنا أتأذى من وراها، ليش صارت هالشكل؟ ليش تأخرت عن السفرة الفلانية؟ ليش أنا سيارتي تعطلت؟ وتبين أنه الله دفع عني أمر كبير جدا. فنحن لا ندري إنصافا ماذا يدخر الله لنا، والله سبحانه وتعالى أعرف بالأمور، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. أحسنتم سيدنا. أختي الكريمة أم هاشم تفضلي. أم هاشم أختي تفضلي. ألو، ما أدري يمكن اليوم أكو مشكلة بالاتصالات، باستقبال الاتصالات، مشكلة تقنية أو ما شابه. تحياتنا للأخت الكريمة أم هاشم وشكرا جزيلا لها.
تعاود الاتصال أو تحاول أن تعاود الاتصال مرة أخرى. هذه المشاكل التقنية تصير يعني دائما أو غالبا، فتحياتنا لها. نأخذ رسالة صوتية نسمع. شلونكم سيدنا، أخباركم طيبين إن شاء الله. سيدنا موظف يتمارض أو يعمل واسطة للحصول على إجازة أو استراحة مرضية لغرض الذهاب بها لزيارة العتبات المقدسة. نعم. ما حكم زيارتي في هذه الحالة؟ ولكم الشكر الجزيل. إن شاء الله تسمع الجواب أخي الكريم، وشكرا جزيلا. سواء كان رايح للعتبات المقدسة أو رايح لأي شيء يريد يسويه، المهم هو تمارض وأخذ إجازة مرضية وهو مو مريض يعني. تحياتي لك أخي الكريم، شكرا جزيلا لطرح السؤال. عدنا بعد مجال نأخذ سؤالين أكثر ممكن. نعم، فنسمع. عندنا مشاركة. أم هاشم اتصلت مرة أخرى، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا سلمكم الله، بارك الله بكم. سيدنا أنا عندي سؤال. تفضلي. سيدنا أنا متزوجة وعندي أطفال وزوجي ما يخليني أروح أتصل بأمي يعني على طول، يعني صار مثيرا أنا ما شايفته. شنو حكم هذا الشيء؟ زوجك رافض تزورين أمك؟ أي زين، نقدر نسأل حضرتك ليش زوجك رافض؟ والله يا سيدنا ما أدري، هو يقول لي أنا أضوج الطلعة، أنا أضوج يعني ترحين وين مشاه. واضح. يعني مدرس هو ما يرضى يعني ما يقبل تطلعين من البيت؟ أي سيدنا يعني حتى زيارة واجب شو ما يخليني. شنو أكو يعني مسؤوليات كبيرة في البيت اللي طلع إذا طلعتي من البيت راح تسبب مشكلة طلعتك هالشكل؟ لا والله يا سيدنا كل ما أصنع. بس رغبتي أن ما تطلعين من البيت. أي ما يخليني أتصل بهني ولا بأحد. عجيب يعني أنت أنت الآن يعني قاعدة بالبيت وما تطلعين حتى بيت أهلك بيت أخوات؟ لا 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 عش ولا أخت ولا أول ولا ثاني. لا إله إلا الله. تسمعين الجواب. هو من علم يعني هو من عمي ومن خالتي. نعم أقارب. تحياتنا أختي الكريمة، تسمعين الجواب كاملا مفصلا إن شاء الله بعد قليل. شكرا جزيلا، تابعينا لنهاية الحلقة. شكرا لأختي الكريمة أم هاشم. في حلقة من حلقات سيدنا تحدثنا عن يعني الزوج وقدراته في القيادة والمفروض ما يتعسف بيها، ربما هذا سؤال أيضا راح يجرنا للحديث عن هذه المنطقة. نأخذ مشاركة أخرى، نسمع المشاركة. السلام عليكم سيد، شلونك؟ ربي يحفظك إن شاء الله. عليكم السلام. سيد عندي أسئلة بدي أسألك. أول سؤال سيد مكرم السامع، يعني لقيت جريدية عندي بالبيت وكتلت لواحد من عتهم يا أخوه حرام علي. وثاني سؤال سيد، أمي مرض كبيرة يعني يصير أصلي نيابة عنها صلاة مستحبة مو واجبة. صلاة مستحبة فبيها ثواب، أستغفر عنها يصير، وهي يعني هي عايشة. وثالث سؤال سيد، لقيت رصيد جاي على تليفوني بس ما أعرف منين، يعني بحثت عن رقم ما لقيت أي شيء، بس لقيت رصيد جايني أبو الخمسة. يعني مشكور سيد. تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا جزيلا، والله يوفقها لبر والدتها اللي هي من الآن تسعى لإرضائها والدعاء لها والاستغفار نيابة عنها. شكرا يا أخت الكريمة. ما أدري إذا كان هناك عندنا مشاركة أخيرة، نستقبل مشاركة أخيرة أخواني. نأخذ رسالة صوتية. نعم. السلام عليكم سيدنا. صار ينأخذ الأرث بالحيلة الشرعية. توفى والدي وكان هناك مبلغ من المال، وأخوي أخذه بطريقة الحيلة الشرعية، هل يجوز ذلك؟ حيلة شرعية. شنو الحيلة الشرعية؟ أختي الكريمة رسالتك الصوتية مو كلش واضحة، يعني شنو الحيلة الشرعية؟ شلون أخذ الميراث بالحيلة الشرعية؟ حيلة قانونية، كل حيلة قانونية، يعني لعب على القانون أو زور كذا وثائق قد هذا. أما حيلة شرعية شنو المقصود؟ يعني خدمتكم أنا راح أجاوب إن شاء الله. تحياتنا للأخت الكريمة وشكرا جزيلا. هو هذا الموضوع سيدنا هم هو يتكرر بلي. أنه الإخوة بعد وفاة أبوهم أو أمهم يصير مشاكل على يظلمون أخواتهم. يظلمون أخواتهم. سيدنا على بركة الله نبلش بالإجابة على الأسئلة. السؤال الأول كان من الأخت اللي تتكلم عن والدها اللي كان عنده شلل نصفي لمدة 5 سنوات يتيمم، ولما أراد وقالوا له لازم إحنا نوضيك كان يرفض.
بعدين توفى، تقول هاي الخمس سنوات المفروض نقضي عنا الصلاة مثلا. أحسنتم أختي الكريمة، الله يرحم والديك. كان المفروض يعني الإنسان هو يعرف نفسه أنه واجب عليه أن يتوضى ما دام قادر على الوضوء، وما يمكن الإنسان أن ينتقل إلى التيمم، لأن وظيفة التيمم بعد العجز عن من؟ عن بعد العجز عن الوضوء. إذا عجزت عن الوضوء بشكل كامل فيأتي التيمم. فإذا كان الوالد قادر فوظيفته المخاطب بها من قبل الله أنه شنو؟ اغسلوا أيديكم وأرجلكم، يعني كأنما القضية توضى. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، أو لا تستطيعوا للوضوء فتيمموا. هو كان يستطيع، فإذا كان يستطيع فكان وظيفته الوضوء. تقولين هو ما كان يقبل، ما كان يقبل، كان متعاجز أو ما له خلق أو عليه حال رعاية للوالدة التي تتأذى زايد، ما أعرف. ولكن على كل تقدير أنتم ما عليكم شيء، أنتم ليس عليكم شيء. هي تقول احنا نريد نبري ذمته، نريد احنا نعطي صلاة، لا بأس، يمكن لكم هذا العمل. ولكن عموما الإنسان هو مسؤول عن أعماله ومسؤول عن وظائفه الشرعية، خصوصا أن تنبهتوا. هي كأنه سيدنا تسأل عن هاي الخمس سنوات تعتبر الصلاة ماشية بها صحيحة بحسب وظيفته. شوفوا أن لما ألقيت القضية بحسب وظيفته، أنت إذا كان يمكن لك الوضوء فكان يجب عليك التوضؤ. شو كل القضية الشرطية، إن كان يمكن لك الوضوء فكان عليك أن تتوضأ، أن تروح إلى خيار آخر وهو التيمم فهذا ليس من وظيفتك، فصلاتك فيه إشكال. ولذلك أنا أعوم يعني ما أقول بهالشكل، أقول إن كان. أما أنت شنو وظيفتك، خواتك كذا، علي حال بكيفكم، تعطون شيء أن واحد يصلي عنه لا بأس، ما تنطون محرم عليكم، ماكو أي أي مسؤولية في هذا الأمر. أحسنتم سيدنا. أفهم من كلامك أنه الإنسان المفروض هو يتوضأ بدون مساعدة الآخرين؟ لا لا، خلي المرحلة الثانية، خلي هذا إذا صحيح بدنيا وما عنده مشكلة سيدنا، خلي ساعدوني الآخرين بالوضوء، ما في مشكلة. حتى لو أنا ما بيشي ملي، حتى لو أنا مشافة ومعافة وما عندي مشكلة، لا لا ما يصير، أنه يعني أنا أستقل في وضوئي. أما إذا أنا مشلول فأحتاج واحد يكمش البريك، واحد كذا، وما في مشكلة. ولكن أن أباشر الوضوء، الوضوء هو هي الوظيفة، هو الوظيفة، والتيمم ما لا يأتي له أي دور. يعني أولا أنا أتوضل وحدي بدون مساعدة إذا كنت قادر، المرحلة الثانية إذا ما كنت قادر على أن أتوضل وحدي ساعدني استعين. أحد إيه؟ وإذا حتى هاي ما كانت يعني متيسرة فألجأ إلى التيمم. الأخ علي سيدنا ساكن بمنطقة تكثر بها أجلكم الله وأجل المستمعين الكلاب السائبة، بلي. فيقول شلون نقدر نقتلها شرعا حكمنا؟ في واقع الحال احنا بينا هذا الأمر كثيرا، وبعض الناس قد ما يروق لهم هذا الكلام. أنتوا على حال اللطف بالحيوانات والرفق بالحيوانات، كل هذا صحيح ونحن نعرفه ونستوعبه، ولكن أكو شيء اسمه على حال السلامة العامة. السلامة العامة سواء كان من ناحية الأمراض أو من ناحية الأمن، يعني أنا من أشوف بعض المقاطع انصافا أنه شون الكلاب تهجم على أطفال يروحون مدرسة، أو هذا قبل فترة في حينة إحنا في النجف هجمت مجموعة كلاب على امرأة مسكينة كانت تمشي ومزقوا عباءتها وكذا. فهذا يحتاج إلى مكافحة المسببات الأمراضي والإزعاجي والخوفي والخطري. هذه مسؤولية الجهات الرسمية. أنا أتذكر بداية السقوط، يعني بلدية النجف بين فترة أخرى كانوا يعملون أنه يا جماعة نطلعون عندنا إحنا مثلا عملية مكافحة، وهذا شيء جيد. مكافحة الأمور هذا أمر طيب، ولا بد للمسؤولين والجهات المسؤولة أن تقوم بهذا الأمر. أنت جنابك تريد تتخلص، إمكانك أن تتخلص بوسيلتين. الوسيلة الأولى إبعادها، بس تخلي مصيدة وتأخذها تلقيها في صحراء في مكان بعيد، أو أنه في واقع الحال تتخلص بطريقة أو بأخرى منها. يعني القتل بالحالات الضرورية لا بأس، حسب تعبيرهم هم الغربيين. نعم. غربيين سواحد يقولوا أنتوا الغربيون أحسن منكم، لا، الغربيون يقتلون البشر يسموه القتل الرحيم. الرحيم نعم، يطيه أبرة وكذا يلا خليها، فأنتوا تقتلون البشر
قتل الرحيم، فإحنا في واقع الحال ندافع عن الإنسان، ندافع عن الإنسان وسلامة الإنسان والأمن الإنسان، هذا أمر على حال مسوق شرعا. أحسنتم سيدنا. طبعا الطريقة همات سيدنا متاحة للأخ هو اللي يختارها بدون أن يؤذي الحوار أو يعذب أو يمثل به. الأخت أم محمد سيدنا تسأل عن النذور أو الهدايا اللي نقدمها يعني بثواب أهل البيت، لأرواح أهل البيت عليهم السلام، للسيدة أم البنين عليه السلام في مراقدهم المقدسة. شوفي بابا، أكو فد شبهة جيثيرها بعض هؤلاء الغير على حال الذين لا يروق لهم الفكر الشيعي والقضايا الشيعية، يقول أنتم لما تأخذون شيء لأم البنين يعني هذا الشرك، أو تسوون مثلا نذر للعباس هذا خلاف التوحيد وخلاف. ليس الأمر كذلك. شوفوا أصلا النذر، سمعوا صيغة النذر، صيغة النذر سمعوها: لله علي، لله لله علي أن أذبح ذبيحة ثوابها للسيدة الزهراء، لله أنا أذبحها لله ثوابها للسيدة الزهراء، لله علي أنه إذا الله نجح أولادي أو ابني في امتحانات السادس أن مثلا أطعم الفقراء بثواب أم البنين. هذا لا إشكال فيه، وهذا لا غبار عليه، وليس فيه لا شرك ولا على حال كفر ولا هم يحزنون. واضحة سيدنا، لا تستمعون إلى هذه القضايا، وإن شاء الله تعالى رب العالمين يقضي حوائجكم بشفاعة محمد وآل محمد. حتى يعني ما تحس بيها فد شبهة أو طريقة بالكلام لله، وثوابها لفلان. سيدنا رسالة صوتية كانت من أحد الأخوة أو إحدى الأخوات، إحدى الأخوات عفوا، تقول شخص ينطيني شيء، يهبني أمرا ما، ورا فترة يجي يقول أنا هاي من فلوسي، فيأخذها مرة ثانية. أحسنتم. شوفوا الهبة، الهبة الهبة يعني الهدية، من العقود الجائزة. يعني شنو العقود الجائزة؟ يعني إذا أعطيت هبة تقدر ترجعها. نعم. إذا قلت للواحد يا أبا أنا إلك يمي مثلا ساعة كذائية أو الأمر الفلاني، بعدين قلت لي يا أبا ما أريد أعطيك إياها، يقدر الإنسان يبطل. ولكن اسمعوا جيدا هاي ولكن، هو مهمة. ولكن إذا أعطيته إله، تفضل أخي هذه جهاز موبايل هدية مني إلك، لما أخذ الأخ واستعمله استعمله خلص ما تقدر ترجع. استعمال الموهوب، استعمال الهدية لما استعملها وتعامل معها كمالي ما الحق بعد يرجع. نعم إذا طاني الموبايل وبعد باكيته وخليته هنا، بعدين قال عفوا ترى أنا شو أبالي أنت خوش آدمي، يتندم يتندم، رجع لي إياه. إذا ما مستعمله أرجع لي، يستطيع أن يأخذها حسب تعبير الفقهاء. إذا كان عين الموهوب، عين الموهوب موجود يجوز له إرجاع. أما إذا استعملت وكذا على حال الهبة تصبح لازمة. نعم. أحسنتم سيدنا. الأخ الكريم رسالة صوتية أيضا من شخص يقول أنا طالب جامعي متزوج، وزوجته لقيته يعني عنده مراسلات مع زميلاته بالجامعة، فيقول أنا أقسمت له بالقرآن بعد ما راح أراسل البنات، يقول ولكن أحيانا يتطلب الموضوع أن أجاوب على رسائلهم. على حال أضحكني الأخ في رسالته الصوتية، وأنا شاكر إلى صراحة جميلة. زوجته شافته يتراسل مع فتيات، هو أقسم لها بالقرآن وبالرحمن وبالكذا أنه بعد ما أراسل. زين جيد، ولكن أضحكني أنه يقول سيدنا مهن يراسلن، ما يصير أنا ما أرد عليهم، ما يصير هذه يجي تراسل فأنا مضطر أن أراسلها. فشلون أخي الكريم؟ يعني إذا واحد عرض لك معصية سيد أخو شو أسوي؟ إذا هو أنا أخو ما يصير أرد الكريم، ومن يرد الكريم؟ لا حبيبي مو هالشكل. الأمر بيدك، وأنت ملزم بيمينك، أنت ملزم بيمينك أن هذا الأمر بتسوي. مو سيدة ماكو شيء كذا عاطفي وما أدري إيش وقضايا در. أنت ما دام زوجتك عندها حساسية، وأنت هم في مهب الريح، يعني أنت في خطر. وكم عندي من الموارد اللي على أساس أستاذ وكذا واقع، يعني خلي أقولها بصراحة، واحدة اتصلت قالت أستاذي وعمره فوق 65 سنة، كبير يعني، تقول أكبر من أبوي هي تقول، ولكن بالنهاية تحرش بيها.
فأقول يعني هذه القضايا والله سيدنا قضايا علمية، ترى نعم. قضايا علمية هي، فلا يجوز لك ذلك، وعليك أن ماذا؟ عليك أن حسب تعبيرنا أن تحذف أو تلغي أي نوع من التواصل من الجنس الآخر باعتبارك ملزم بيمينك الشرعية. الأخ جعفر يقول دائما أشك بصلاتي وأرجع أعيدها. من كان كثير الشك فلا كمن لا شك له. أحسنت. الإنسان اللي يشك زايد لا يعتني بشكه ولا نعم. يهتم ويكمل صلاته ولا يعيدها، يكمل صلاته من الأشكال. الأخ علي هيثم سيدنا طالب سادس ويقول بسبب المحاضرات صلاتي تتأخر فتساعتين مثلا. سألته قال لي بالثنتين ما يخالف حبيبي، بالثنتين ثنتين ونص ثلاثة صليها ما في إشكال، الله يوفقك وأنا يعني أقدر اهتمامك بصلاتك، الله ينجحك إن شاء الله تعالى وتحصل أفضل امتياز. فهذا التأخير بهالمقدار لا إشكال فيه. سيدنا شخص يقرض الناس أموال وبعدين هم من ذاتهم ينطوها هدية فينطيها للفقراء، زوجته قالت له انطيها لاهلي، قالها خاف ما يصير، علما انه اهلها محتاجين. جميل جميل، يعني واحد يقول يابا انا جاي اقرض الناس، الناس هم خوش اوادم وهذا مستحب طبعا. نعم اسمعوا هذا الاستحباب، مثلا انه يستحب لمن اقترض، يستحب لمن اقترض مالا انه اذا اداه، اذا ادى القرض ان يضع عليه شيئا، يعني يخلي عليه كم فلس هديه، ما ادري قوطية بقلاوة أو شيء من هذا القبيل، أن يجعل هذا حرام. سيدنا ربا أخي، الربا إذا أنت اشترطت أن ما أنطيك إلى أن تنطيني، أما إذا من تلقاء نفسه أنطاك فهذا حلال لا إشكال فيه. الأهل هيطين سيدنا، الأخت الكريم تقول يا بأهلي الأقربون أولى. أي نعم، فأنا إذا أقول الأخ ماكو حرام حبيبي ولا إشكال شرعي، فأنطي جيب البيتك أصلا، ليش تروح هذا دخل البيتك، لأنه هدية، هدية حلال بكل معنى الكلمة لا إشكال فيها، والله يوفقك. لا تشددون على أنفسكم على قضايا تصورونها حرام وهي مو حرام. إحدى الأخوات سألت سيدنا عن امرأة كانت على غير مذهب أهل البيت عليهم السلام وبعدين تحولت إلى مذهب أهل البيت، ماذا عن صلاتها وصيامها في السنوات السابقة؟ ذكرت ذلك عدة مرات، أنه الإنسان لو كان، أستخل أجيب مثال بعدين أجي إلى بحثنا، لو إنسان كان كافر، كافر الآن أنا عمري 40-50 سنة، هذا القياس سيدنا مو نفس القياس، بلي أعرف أضرب مثال بس ما لي ربط، أنا عمري 50 سنة صرت مسلم، وتدرون 50 سنة يعني أنا علي مثلا 35 سنة صلاة وصيام ما مأديها، يقول يجب الإسلام عما قبله، كل شيء قبله ما عليك شيء. زين هنا يعني كتشابه، الإنسان إذا انتقل من مذهب إلى آخر كل الأعمال اللي أداها على مذهبه بينه وبين الله على مذهبه كلها مبرأة للذمة لا إشكال فيها، وإن كان أكو اختلافات في الوضوء والوقت وما إلى ذلك ما في إشكال، فلا يحتاج إعادة الصلاة والصيام وما إلى ذلك. موظف يتمارض لأجل إجازة مرضية، واضح هو الأخ يعني من يمه يعرف أنه هو جاي يكذب، الإجازة المرضية كذب، والكذب هذا فد مشكلة معصية. ثنياً ترك الدوام بلا عذر شرعي صار عنده مشكلتين، مشكلة الكذب لازم يستغفر الله، مشكلة غيابه عن الدوام بعذر غير شرعي فما يستحق الأجور لتلك الأيام، يعني الراتب ذيك الأيام ما يستحق. سيدنا لطف النعم. واضح؟ فأنت في واقع الحال عندك مشكلتين، مشكلة الحرمة الشرعية ومشكلة الأجور اللي تأخذها للأيام اللي أنت ما رحت للدوام بذريعة المرض الغير واقعي. سيدنا الأخت سألت عن زوجها اللي يرفض تطلع من البيت نهائيا. هذا خلاف أمر الله سبحانه وتعالى، الله أمرنا أن نعاشر زوجاتنا بمعروف، وأنت تخرج وتذهب وتأتي وكذا وعلاقات وتمنع زوجتك من هذا الحق على أي أساس؟ يعني شنو هذه السجينة أو مسجونة أو أسيرة؟ ما يصح يا أخي، حرام شرعا أنه أنت تتعسف بزوجتك بهالطريقة اللي تمنع. نعم أنا خلي أكلم قضية وإن كان الوقت جاي يقول لي الأخ بسرعة. شوفوا أخواني، يعني بعض الأحيان واحد يحب زوجته إلى حد الجنون، يخاف عليها من الهوى أو يغار عليها من كل شيء فيريدها إلى، هذا أيضا مرض، هذا الغيرة الزايدة
والحب اللي بهالمستوى أنه يعذبها هذا مرض، لازم يراجع الطبيب النفساني حتى يخفف من هذه الحالة. هي بالنسبة لها المفروض تطيع سيدنا؟ مسكينة، هي مسكينة في واقع الحال، الله يعطيها العافية ويحفظها، بس هو سيساءل يوم القيامة. امرأة قتلت جردا سيدنا، جريدي، شو المشكلة يعني؟ ماكو مشكلة، تصلي مستحب نيابة عن أمها اللي هي على قيد الحياة. ما في إشكال أن أصلي مستحبات وأعطي ثواب لوالدتي. إجاها رصيد على التليفون ما تدري مين تستخدمه؟ رزق رساقه الله. يصير ينوخذ الورث بحيلة غير شرعية؟ ما يجوز الإنسان أنه يأخذ إرثا وحقا للورث الآخرين بأي وسيلة، سواء كانت قانونية أو غير قانونية، لابد أن تكون ب مسوغ شرعي. مسوغ يعني إذن شرعي. إذا ماكو إذن شرعي وما قابلين الورث الآخرين وتستولي على الإرث أو جزء الإرث بلا رضاهم، فهو أكل مال بالباطل وسحت وحرام. سماحة السيد رشيد الحسين الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، شكرا جزيلا على كل هذه الإفاضات والإجابات المهمة. شكرا، سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم. وشكرا أيضا لحضراتكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، لنا ملتقى إن شاء الله تعالى الأسبوع المقبل في مثل هذا الموعد أيضا. شكرا، في رعاية الله وحفظه.